الانتهاكات السورية للأراضي اللبنانية لم تعد تقتصر على انتهاك الأراضي والمنازل، بل وصلت إلى حد تعرض للأمن العام اللبناني والجمارك. عند الساعة 2:30 من فجر الاثنين توغل 20 عنصرا من القوات السورية بقيادة أحد المقدمين عبر معبر جسر الأقمار السوري باتجاه معبر البقيع اللبناني، ودخلوا بعمق 150 مترا. وبحسب رواية أهل المنطقة تم احتجاز عنصرين من الأمن العام اللبناني وإدخالهما إلى الداخل السوري لحوالي نصف ساعة قبل إطلاق سراحهما. وبحسب الرواية أيضا تم التعرض للعنصرين بالضرب والشتم. كذلك تم التعرض لأحد موظفي الجمارك بالضرب وهو من عائلة الصميلي. ولم تسلم إحدى آليات الأمن العام من بعض الرشاقات السورية، وقد حصلت الام تي في على صورة السيارة حصريا وهي لا تزال موجودة عند المعبر ومغطاة بشادر. من الساعة 3 للساعة 5 حرب حقيقية صارت عندنا هون. شفر هيدا البيكاب اللي بيقولوا التويتا اللي حاطين عليه رشاش البيكسي بيجي لهون لهالمحل اللي احنا واقفين فيه بيدور وبيقوس، وفي سياره للامن العام اللبناني مغطيه بشادر فيكم تصوروا وبتشوفوا مخردقه تخردق، تعدي على رجال الامن اللبنانيين ان كان جيش او امن عام، تعدي على المدنيين اللبنانيين، فاتوا على الاراضي اللبنانيه برموا برمتهم وعملوا اللي بدهم اياه وقوسوا، عم يتطاولوا ويجوا لعنا. بيفوتوا على الساعه شوي راح يفوتوا على بيوتهم، يعني ان شاء الله بهاليومين ثلاثه اكيد راح يفوتوا. الخرطوش اللي لميناه لحتى بس نفرجيه للكاميرات وللعالم انه ليكو يا عم هيدا خرطوش سوري لموا الجيش اللبناني منا. اليوم صرنا بحاله رعب كبير، يعني انا دخول الجيش السوري وتعديائه على قوات لبنانيه امن عام لبناني اللي احنا بنجله بنحترم هالعناصر اللي عم تقوم بواجبها، هيدا صار شيء مخيف. يعني انا مواطن هلا كمدني هيدا الموضوع بدب الرعب عند الناس صراحه، يعني اذا الدوله اللبنانيه ما بقى الا كرامتها. القوات السورية أطلقت كذلك النار على بعض المنازل المحاذية والمحال، ما أدى إلى تحطم زجاج أحد المنازل قبل أن تنسحب إلى داخل سوريا عند الساعة 3:15 فجرا، تاركة الأهالي بحالة خوف وحذر شديدين. نحن ما عاد فينا نعيش في هذه المنطقة، ما عاد فينا نعيش من صوت الدب وصوت الأواس. عم بيتعرضوا عم تتعرض بيوتكم مصالحكم لإطلاق نار؟ نعم تعرض، عم تعرض من قبل الجيش السوري. يعني بالليل ما عم ننام ابدا، يعني في اولاد صغار في اطفال صغار، يعني كل الليل اواسات، يعني بالليل وبنهار يعني على طول. يقال انه الجيش السوري عم بيرد على مصادر نيران عم تطلع من المناطق من عندكم، صحيح؟ في اطلاع نار من هون ما في، بس الجيش السوري عم يقوص على الارض اللبنانيه كل يوم، يعني كل يوم من الساعه 1 2 بالليل ببلشوا للصبح. معلومات خاصة بالام تي في تحدثت عن استدعاء المقدم من الجيش السوري لمختار الهيشة عند 4 فجرا، وقد طلبت منه أن يبلغ الأهالي أنها سترد على مصادر النيران التي تأتي من لبنان، وأنها قد تهدم إحدى المحطات، محطات الوقود لصاحبها أحمد الهويش، ومنزل محمد دباح الصاطم، ومنزل خالد بطران المحمود، بحجة أن هذه الأماكن تصدر منها النيران باتجاه الداخل السوري. هذا من جهة، أما من جهة أخرى صدر عن الأمن العام اللبناني بيانا أكد فيه أن القوات السورية دخلت الأراضي اللبنانية بهدف ملاحقة مسلحين أطلقوا النار من داخل لبنان باتجاه مركز الهجرة والجوازات، ما أدى إلى إصابة عنصرين سوريين، كما اصطحبت معها عنصرين لبنانيين من الأمن العام اللبناني ثم أعادتهما، والتحقيقات لا تزال مستمرة.